فندم ده بيبقى ليها معايير معينه، وطبعا في وسائل امان معينه، زي ما بنشوف في العالم بره. افريكان باركو كده بالظبط كده. تمام يا دكتور. حضرتك كنا بنتكلم على استعدادات العيد وكده، احنا عندنا هنا كم نوع من الحيوان او كم عدد حيوانات هنا الحديقه؟ احنا عندنا حيوانات الحديقه بتوصل الى يعني سواء ثدييات او طيور او زواحف، احنا بيوصل عندنا العدد في حدود 4000 و4500 تقريبا حيوان. تمام. في منهم حيوانات نادره ما فيش الا هنا في الحديقه؟ طبعا احنا عندنا يعني الزراف الوحيد اللي موجود عندنا، الزراف عندنا، فرس النهر اللي هو سيد قشطه، عندنا سبع البحر مش موجود غير في حديقه حيوان الجيزه، النمور الناس مش هتقدر تشوفها في اي حته، طبعا عندنا انواع من الطيور والمكوات والبغبغانات النادره حقيقه برضه الناس مش هتقدر تشوفها في اي حته غيرها هنا، يعني عندنا طبعا حيوانات نادره كتير. يعني ايه اهم التعليمات اللي توجهها للجمهور بحيث ما يعرضش الحيوان للاساءه وهو برضه ما يتعرضش للاساءه؟ وهل في اجراء بيتم اتخاذه لو انا مثلا لو جيت الحديقه هنا عملت حاجه غلط، مثلا وقعت شجره، كسرت حاجه؟ طبعا مهم جدا الناس يعني بنحب نوصيها على ثلاث حاجات مهمه جدا. يمكن الحاجه الاولانيه هي التعامل مع الحيوان طبقا لتعليم الاديان والرفق بالحيوان، واحنا عندنا العمال بتوعنا الحقيقه لهم خبره كبيره جدا في تامين الزائر او تامين الحيوان، يعني الحيوان ده حيوان بري ممكن يضر الزائر، وفي نفس الوقت الزائر برضو يعني يقدر يضر الحيوان بان ده حيوان غالي جدا وقيم جدا، ويقدر ياكله مثلا لا قدر الله اكل مخالف لطبيعته ينفقده. لكن احنا عندنا التعامل بيكون من خلال الحارس، والحارس ده راجل له خبره كبيره جدا في ان هو يعني يحمي الطرفين ويخلي الزائر يستمتع بالحيوان اللي هو موجود قدامه، فاحنا بيكون التعامل من خلال الحارس المخصص ليه. فمهم جدا ان احنا نساعد هؤلاء الحراس، لان الحراس دول خبرات كبيره جدا، ولابد ان احنا نتعاون معاهم ونكون متفاهمين ان دي حيوانات هامه جدا، حيوانات لازم نحافظ عليها، حيوانات بتتالم ولها مشاعر زينا. الحاجه الثانيه اللي بحب بوصي عليها الساده الزائرين التعامل مع الاثار. الاثار هنا نادره، ما نكتبش طبعا، ما نكتبش على الاثار في اماكن اثريه، ما نكتبش على الاثار، ما نتسلقش الاثار، نطلع فوقيها والحاجات اللي احنا بنشوفها دي يعني دي خطر جدا، وده خطا كبير، وده تاريخ بلدنا لازم نحافظ عليه. الحاجه الثالثه المهمه برضو اللي انا بوصي الساده الزائرين على الحفاظ على منظومه النظافه. هتدخل تلاقي الحديقه نظيفه، حضرتك ساعدنا في ان انت تجمع اي مخلفات، بنساعدك ان انت تتناول وجبه مع اسرتك في اطار الشكل الحضاري، لو انت داخل بسندوتشات او بعلب صغيره ممكن احنا عاملين لك ترابيزه تقدر تقعد عليها بدل ما تفرش على الارض، عاملين لك ترابيزه تقدر تتناول عليها وجبه مع اسرتك وتتجمعوا عليها، بس مشكورا يعني جمع المخلفات دي، وفي اقرب صندوق قمامه ارمي المخلفات بتاعتك، وحافظ معانا على منظومه النظافه. دول ثلاث حاجات بحب اكد عليهم جدا. وبالنسبه للاجراءات بقى للمخالف، احنا عندنا طبعا اي مخالفه في نقطه شرطه، ونقطة الشرطة دي مختصة بالحفاظ على هذا الكلام، وأي مخالف احنا بيتعمل له محضر لا قدر الله. لكن أنا بشايف إن برضه المكان بيفرض شخصيته على الزائر، الزائر لما بيلاقي فيه نظافة وبيلاقي فيه انضباط في المكان، الزائر نفسه بيستجيب وما بيحصلش يعني الحمد لله يعني مشاكل كتير. أنا شايف الحديقة الحمد لله احنا عدينا أكتر من عيد وأكتر من شم نسيم، ما فيش حتى محضر واحد اتعمل. ده دليل الناس برضو مكان بيفرض شخصيته على الزائر، والمكان طالما منضبط وفي شركات امن منتشره وفي شرطه منتشره، الناس نفسها بتقدر تتعامل مع اي موقف في اوله بحيث ما بيحصلش الحمد لله مشكله بتتطور يعني. تمام يا دكتور. حضرتك كنت قايل ان في مفاوضات على قدوم الفيل الجديد. تمام. المفاوضات دي وصلت لايه وامتى هنشوف بقى فيل تاني يرجع لحضرتك؟ والله احنا بقى طبعا منتظرين التطوير الشامل، لان بيت الفيل برضو لابد من التطوير عشان نقدر نجيب الفيل ده، مش هنقدر نجيب الفيل الا لما نطور البيت. فاحنا منتظرين خطه التطوير الشامل اللي هي بتتم دلوقتي دراستها، وجاري يعني دراسه التطوير بشكل كامل للحديقه. يعني هي واقفه بس على موضوع البيت؟ بالظبط، التطوير الشامل بقى احنا دلوقتي بصدد التطوير للحديقه بالكامل، فمش عايزين نبقى بنشتغل في
يعني بشكل مجزأ، لا احنا بيتعمل زي خطة كاملة لتطوير الجنينة، وان شاء الله الجنينة عندها تشهد تطوير كبير جدا الفترة الجاية ان شاء الله. ان شاء الله يا دكتور. طيب اخيرا يا دكتور، الفيلة نعيمة يعني كنا في اخر خطوات التحنيط، هيتم عرضها امتى قدام الجمهور؟ ان شاء الله هنحاول قبل العيد يبقى باذن الله في العرض بتاعها باذن الله. ان شاء الله. شكرا.